ما أجمل الحياة بالتواصل معكم، ويطيب ويحلو اللقاء بكم حبيباتي، مشتركاتي، غالياتي، خواتاتي. أنا جد مسرورة بفضلكم، لحقت 4000 مشترك. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. شكرا لأنكم متفاعلين مع الفيديوهات اللي ننزلهم، لأني نشارككم يعني بكل فرح، نشارككم من قلبي، نعطيكم أفكار إن شاء الله تستفادوا يعني معنا في فيديو اليوم. فيديو اليوم راهو جد محفز سيرتو للنساء العاملات يعني بالخصوص، لأنها تجي في المساء منهكة منهكة كثيرا. البنات راح نتقاسم معكم التعب تاع اليوم، لأني شوفوا كي نجي من الخدمة يعني نقعد نخمم في هذاك العشاء واش ندير واش ندير. دونك كي نجي من الخدمة نروح نجيب البنات نتاعي يعني من عند جداتهم، راهي شدتهم لي جداتهم، ربي ربي يعني يعطي لها طول العمر ان شاء الله ويشد لها في صحتها ان شاء الله. من تما وانا نخمم واش ندير العشاء واش ندير العشاء، فينا المريحه بقات لي ماما نديرو البيتزا المزيه اللي عندي في كونجيلاتور يعني صوص طومات. يعني هذه فكره باه تسهل المراه العامله، يعني ماشي غير في الويكاند باك تقدري ديري البيتزا، هي بحكم انها يعني تشد اليد. ارواح وارواح وارواح والبنات، هنا عندي للمطبخ نتاعي نحكي لكم كيفاش نجوز العشيه نتاعي رغم التعب والارهاق يعني اللي تمر بهم المراه العامله، الا انها نقدر نقولوا تبقى صامده ومجتهده. لاني يعني لو كان نقول يعني للزوج نتاعي عييت ببساطه راح يقول لي حبسي العمل، يعني كما تعرفون البنات كامل الازواج كامل يخموا يعني نفس التخمام. اصلا خواتاتي خياتي الزوج يعني ما يحسش بالتعب يعني تاع المراه بصفه عامه، ما نكتبوش على بعضنا يعني النساء يعني نعرفوا الزوج كيفاش يخمم. هذا ماشي موضوعنا لنهار اليوم، لكن نقول لكم البنات رغم تعبي وإرهاقي لكن نطيب لوليداتي لقمة سخونة، يعني على الأقل يأكلوا لقمة سخونة. نغسل ونكنس ونراجع الأولاد وأمور يعني لا تنتهي، نعرفوها كامل، مسؤولية العمل، مسؤولية الأولاد، مسؤولية الزوج، مسؤولية البيت، وحتى تدخل مسؤولية أهل الزوج. والله يا البنات شوفوا رانا نحسوا ببعضنا، المرأة العاملة هو المشكل نتاعها في ضيق الوقت. يعني كيما أنا وحدة من الناس ندخل على الساعة 6 مساء، يعني على 6 تاع العشية ندخل للدار. كيما يعني تعرفوا العشية راهي قصيرة خاصة في فصل الشتاء، والعمل نتاع البيت تاع النهار كامل يعني نتراكم علينا. يعني كيما أنا وحدة من النساء ولا وحدة من الأخوات يبدأ العمل نتاعي في البيت على الساعة 6 مساء. ربي يقدرنا برك على هذا الزمان. شوفوا حبيباتي اخواتاتي، انا والزوج نتاعي يعني ككل الاسر العربيه بلك نمثل فئه 60% ولا 70% يعني من المراه العامله اللي تعاني في صمت، يعني لانه كثرت ظاهره العمل خارج المنزل يعني فيما يخص الزوج والزوجه. ندخلوا للدار في وقت متاخر مرهقين وتعبانين والجسد نتاعنا يعني منهك. يعني شوفوا ملي نخرجوا من الساعه 7 يعني صباحا حتى 6 مساء في زوج عيانين وفي زوج ما نقدروش نوقفوا. كما انا وحده من الناس الزوج نتاعي يعني كي يعيا يروح يتكسل يتبع التلفاز ولا مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تليفون دائما في يده. اما ام رحاب وبناتها يعني يروحوا مباشره يدخلوا للمطبخ. والله يا اخواتاتي شوفوا ندخلهم معايا للمطبخ باش ما نحسش معاهم بالتعب، ومع حكاياتهم الشيقة مع زميلاتهم في المدرسة ومعلمتهم، يعني شوفوا نفس الحكايات ككل يوم. نرجع البنات للموضوع نتاعنا. شوفوا هذا ماشي يعني انه المرأة الماكتة في البيت ما تأديش واجبها، لا بالعكس، هي امرأة مجاهدة مثابرة كأمهاتنا وكثير من الأمهات يعني اللي رباوا جيل صاعد. فقط المرأة اللي قاعدة في المنزل عندها الوقت يعني نهار كامل، يعني كي تنوض الصباح تمسح راح تطيب فطورها وفطور وليداتها، تغسل الملابس وتطويهم، تقري وليداتها، وحتى تأدي واجباتها مع الله سبحانه وتعالى، يعني قصدي حتى الصلاة وتصليها على خاطرها. بعكس المرأة العاملة، أنا دايما نقول لكم البنات والله يعني ساعات ما نكذبش عليكم، والله عندي جارتي ونسلم عليها كثيرا، راهي تعرفني على فكرة، يعني هي تخدم بخيون بلوى، عندها يعني ساعتين برك يعني في النهار تروح تخدمهم وترجع لدارها.
ولا هي البنات شوفوا العشية كي نرجع للدار ونطلع في الدرج تاع البطيمة تاعنا، شوف نجوز عليها نسمع هذيك الكوكوت نتاعها، نشم شوفوا نشم هذيك الريحة، والله يا حباباتي غير رجليا يفشلوا. والله يا البنات شوفوا غير تحكمني الدوخة تحكمني الفشلة. وهذه هي مشاهدينا الكرام معاناة المرأة العاملة اللي انتي على بالك وانا على بالي بيها، يعني مشي سهلة توثقي يعني بين دارك وبين خدمتك وبين تربية أولادك وبين متطلبات الزوج تاعك، بين الطبخ وبين التنظيم وبين مراقبة أولادك وسلوك أولادك اللي يعني اللي هذه هي يعني الوعرة فيهم كامل. هذه هي البنات، وشكرا شكرا على استماعكم للموضوع نتاع اليوم. ما تنساوناش البنات باللايك، عملوا لي لايك البنات. شوفوا ما ننساوش أجر التعب ولا أجر يعني العمل خارج المنزل، يعني نزيد أنا نكملوا بالأجر العبادة، أجر الذكر، أجر الاستغفار، هكا يعني باش بلك به نربح مع الله الأجر والحسنة، ويضاعف لي التعب يعني اللي راني نتعبه برا في العمل خارج المنزل مع الذكر والصلاة والعبادة. يعني إن شاء الله يكون في ميزان حسناتنا، آمين رب العالمين، ونلقاوها إن شاء الله غدوة عند ربي. التعب تاعنا هذا اللي رانا نتعبوه إن شاء الله يعني يكون طبعا في ميزان حسناتنا. ان شاء الله يعجبكم موضوع اليوم عن المرأة العاملة والمشاكل اللي تصادفها يعني بين العمل خارج المنزل والعمل داخل المنزل. دائما دائما ولا اول شيء نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل لنا في العمر بركة، فمن على من شاء وجعل احواله بركة، وقليله في كثرة وماله في وفرة. والسلام عليكم ورحمة الله.